عسلامة مدى. سلمك. عسلامة أختي، مرحبا بيكم. مدام عندك ولدك ضحية استهلاك المخدرات، قلت لي اللي رجل أختك هو اللي استغله وهو اللي معناها حطه في البياج هذا. أي نعم. احكي لنا كيفاش بدأت الحكاية وكيفاش أنت عرفت؟ الحكاية ودي كان مراكل معانا، كان عايش لاباس عليه، متعلق بي بصفة غريبة، وما يدورش بدار أختي جملة، رقد قام طفل ولا يبكي ولا ماش تاق الدار، ماش يغزر الخوة، ماش يقول لي ماما مشك ماما، انت مشك بابا، والدار ماش ينظر لها، حصير الطفل ولا سيدك ولا حزين ولا كئيب، الطفل طلعت له السخانة واللي هتري، هزيته للطبيبة، الطبيبة ما فهمتوش، حصيله بعدين هزيته للسبيطار، قلت لي ما فهمتوش، وقت الطفل عندهم هما، عند أختي طفل سيدك مسارني تنفخت، ولا حشاك يرد في اللكحت، هزيته ديركت للسبيطار مستي. تم ستير دخلوا وكلموا جماعة المندوبية، المندوبية تكلمت القضاء قاضي الأسرة، والحكاية قاعدة تتماشى لليومنا هذا، نمشي لهم مقصرين في حق وحق ولدي، مش حابين يعاونوني، مش حابين يعاونوني، نباوي على الجو، نباوي على الدواء الطبيب الشرعي، كل قاضية كل مندوبية. عندنا ما يثبت اللي هو معنا شفنا دوسي. أوا ما عندنا ما يثبت اللي هو معناه مش عاد على الطبيب الشرعي، فهمتني؟ وما لقاو عنده ولدك. ودي مازالوا مش فاهمين حد شيء. مازال مش فاهمين حد شيء، ما حبوش يعدوا مقصرين. ودي تعب توا تعب. منعوه من عند بيت ما يتعداش على الطبيب الشرعي، يا ودي في القانون من حقه باش يتعدى على الطبيب الشرعي، قال لك ما يتعداش صحيا لاباس توا. لا صحيا لا، هو عمره 10 سنين توا كي ترخش عليه هو 6 سنين ضعاف ومشي ما عادش. برشا. النمو نتاعو مشي فهمتني؟ نقصت. في بدنه ويحك في روحه وكل شيء، قلنا له معدي على الطبيب الشرعي، قالت ليه القاضي نفرض باش نعدي على الطبيب الشرعي. بيبقى لكم اللي هو ما تعطيش ماده مخدره؟ ما تعبوش يا دوار بشرعي، ما هو خاطرك شي. انتم ما كنتش متاكدين؟ احنا عندنا تصويره، عندنا تصويره، عندنا تصويره اللي هو معناه مستهلك، لكن ما عطوناش لكم مستهلك. اي عندنا هوك ما بوش اي، لكن الادله كتحليل ما حبوش ما يعطيونا التحليل، فهمت كيفاش؟ هذه التصويره شو لك حل. هذه التصويره ما حبوش يعدي، وهو تو مفروض عندنا تسخير نحن باذن من المحكمه باش نعديو على الطبيب الشرعي، هو الاذن ريت هو قدام الاعلام وقدام الناس الكل. ما حبوش يعديو على الطبيب الشرعي، يحبوا يغطيوا الحكايه، قالوا لنا ليه مش مشكل، احسبوها الحكايه هدره فارغه وانسوها وكل شيء، فهمتني؟ قالوا لنا هزوه بالساكته، لا يسمع بالمندوب الطفوله لا شيء، معناها حتى المندوب الطفوله قال لك لا يهزوه بالسياسه، هو المندوب الطفوله بيده متغطي معاهم، هاو كنا في مندوب الطفوله، قالنا معنا بنعملكم بلا روح. مقصرين الحرس يدعم فيا وحصيل وعنفني وعمل فيا اللي ما تعملش، قال لي ابعد على ودك ما كاش حصيل وتقرب ودك ندخلوك الحبس وتلتزم بالسيف من عليك، حصيل وضربوني وخلوني ساحة حال التزام وما غير علمي وما نعرفش حتى شيء، وكوروا بيا وعملوا فيا اللي ما تعملش، وهو قال لي الحرس قال لي ما عندك ما تعمل لي، الحرس يدعم فيا وقاعد يسيطر على الطفل، الطفل عامله خاتم قد سبعه وكذله، والطفل ما ياكل كان به هو، ما يرقد كان به هو، ما يدوش كان به هو، وما يتوضا كان به هو، يستريح كان به هو، كل شيء به هو، يقعد ما يتبشر النهار كامل لين يستنى هو، وهو قاعد يكور بيه عامله كذله خاتم قد سبعه، وانا نغسر بعيني وموت بقلبي، من الجا مش نقرب، انت مش كما، انت مش بابا وانت مش خويا، ما نحبكمش. ولا عاونتنا ولا السلطات المعنيه ولا وزاره المراه دعمتنا، حتى وزاره المراه ما دعمتناش بكل كي، ما وقفتش معنا بكل، ونحن نمشي ونجي ويمشيوا فينا ويجيبوا. عن تسخير يخبيوه يرقدوه، ما حبوش يعملوا حتى شيء، هاني مشيوا فيه ويجيبوا، ما وصلت حتى لحل. ولدي تعب تعب تعب، مهدد بالموت ولدي. نحاولوا باش تنقذوه. قبل ماني ولد تونس، هذاك ولد تونس، لازم التوانسه تتضامن معنا وتعاوننا وتشوف حل هذايا قاصر راهو اللي يصير في تونس، كيما يصير على 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 صغارنا يصير على صغاركم، والاف الصغار وعاملين اشهارات في التلافس بالكذب، وعاملين اشهارات تجاو هو ضد المخدرات ضد العنف، وعندنا المخدرات بكلها، وعندنا الكوكا وعندنا الزطله، لا من تلفت لنا لا من دار بينا، حرام عليكم هذوك مالهم ملاك مالهم ولاد تونس، مالهم يجوا نهار
ويكونوا قدوة في البلاد اللي انتم توما معناها رافضين حتى باش تمدوا لهم يدين المساعدة، معناها في حماية الدولة وهيبة الدولة. وين الدولة؟ وين هيبتها؟ وين هيبتها؟ مدام قلت لي تعاونونا تعاونونا، توقفوا معانا، نحن ولاد تونس، نحن ولاد تونس، وقفوا معانا. تعب برشا ودي تعب. مدام قلت لي ولادك الزوز هما معناها تضروا. تضروا الزوز، تضروا الكبير 14 سنة والصغير 11. ايه الكبير تضر أكثر مدام؟ الصغير عمره 11 عام والكبير عمره 14 عام، الكبير يكون مرقل معايا يجبدوا لهم يتقلب عليا. وبعد لكش يقول لي ماما مش عارف كيفاش، ماما راسي يوجع فيا، ماما ندراش عملوا لي، بربي سامحني يا ماما. ذا اللي يبكي يقول لي ماما سامحني، منهم هما منهم هما. قال لي مش فاهم راسي بالعمل واللي يوجع فيا، يقول لي ستريسي شنو المشاكل هذه. قال لي اني خايف على خويا، انا وخيتي نحبكم تنقذوني وتنقذوا ولادي، بربي بربي اوقفوا معايا، اوقفوا معايا لاخر لحظه. راهو ولدي تعب 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 على الاخر. انا نغزر ما قدش اش نعمل، مهديني يا تقرب ودك ندخلوك الحبس، الالتزام اللي عملوه لي بالغدره. شنو الحل؟ بربي برحمه والديكم اوقفوا معايا. بربي نداء كل سلطة في تونس وفي في في ولايه المستير وكل كي الرجاء، كل رجاء بجاه ربي عند الجمهوريه. رئيس الجمهوريه موجه لرئيس الجمهوريه، صوتي يوصل رئيس الجمهوريه. بربي بربي برحمه والديك، انظر لحكايه ولادي، راني تعبت تعبت، راني مهده مهده. حكيت مع زوج اختك؟ يا ودي يا يمكن في ولدي، في ولدي يضرب فيه بالحجر، عامله خاتم قد صبه. ودي في غيبوبه اثر عليه، ودي في حاله هستيريا بصراحه. اللي يقول له يعملوا، اللي يقول له يعملوا، يضر فيا ووصل مسخ لي حتى سمعتي. الراجل هذايا اسمه محمد عبد الواحد. اختك خذيت موقف؟ اختي في سفر راجلها، غالطه فيه في سفر راجلها. وانا بصراحه هو قال كما هددت الصغيرات هذوك نجم نهدد عليه في الصغيرات، يعني قال لي وحده من الناس تمشي معناها توقف معاها نهدد لك صغارك ونفكهم لك ونعمل فيهم اللي ما تعملش. وقال لي كما عملت في هكوما وعملت عديد الاطفال، راهو مش كان طفل هذايا، فهمتني؟ برشا ضحايا، فهمتني؟ معناها كما اكثر من سفاح نابل، هذايا سفاح ما يتراش، سبحان الله ما يتراش. خاطر علاش؟ عنده شكون يدعم فيه؟ موش يا عنده شكون يدعم، شكون يدعم فيه؟ يدعموا ما دام انت تمشي تشكي الحرس يقولوا ما تمشيش. الحرس هذا يضرني فك لي الحضانه ما غير اذني. عندنا شكايه، نحن شاكين بالحرس الوطني، عندنا شكايه نحن شاكين، فهمتني؟ وقال شنو كان ولامس بركه، هزوا سكروا به ووجهه تنفخ، وقال من امس بركه، امس بركه طيحوا طفل طفل، طيحوا وسكروا به طفل صغير، صغير طيح هو ما حبوش يعطيوهولنا باش ما باش السبيطار ما فيقش به. قالت لك باش عدى على السبيطار ما حبش يهزهولي. هذه كارثه يا مدام، كارثه كارثه. امس بركه قال ما ولادك مش عندك؟ مش عندك الكبير عندي والصغير مش عندي. عليه مش عندك؟ مش قلت لك فك باش يفك لها ولدها؟ ولدها فك لها ولدها ما غير ايش يا مدام يفك لك ولدك؟ بنا قانوني يفك لك ولدك. قلت لك عنفوني ضربوني يا جماعه الحرس. ماشي كيفاش واحد يجي يفك لك ولدك مدام؟ ما تجيش الحكايه. ايه ايه ما تجيش. ماهوش بوه يعني، بوه وينه ساعه؟ بوه مهدين ومهدين. القضايا ماناش بوه هنا، لا عندنا عديد القضايا. هوا اتفرجوا يا اعلام يا شعب تونس، تفضلوا اتفرجوا. فهمتني؟ فماش واحد صغير في تونس كيف انك يعيش الحاله هذه؟ رانا في تونس، رانا عايشين في تونس، ماناش عايشين في غاب. راه مش معقول اللي يعمل فيه السيد هذايا، فهمتني؟ معناها انت بين الصيفه معناها تهز صغير تفكه من الحضانه نتاع امه وتحرمه من امه وتحطه خاتم في قد يديك. قال عندك عين تغزر بها، احسبه مات. احنا تو نكوروا به. صايا ولدك نعلموه برشا حوايج، عندك عين تغزر بها. ونقهرك ونقهرك. يعلموا الاجرام، يحب يعلموا الفساد، علموا السرقه، علموا النهب. مانيش فاهمين علاش فك لك ولدك اللي هو ما عنده حتى دخل معناها باش يفك لك ولدك. هو خطر مستانس بس درجه صغيرات، مش من خطر ما فماش ردع. ما انا قانوني يفك لك ولدك راجل اختك يا مدام، هذا هو السؤال. ردع ردع ما فماش، كان جاي فما ردع صار مدام. هل فما حلقه ناقصه في الموضوع؟ فماش حتى حلقه. شرا مش ما ينجمش الحرس يدعم فيها، الحرس يدعم فيها. قال ما عندك ما تعمل لي. عندي كيف كنشد نستقلد الصغيرات. اني قال لك كيف كيك اني مني لي قالي قالي صغارك لما نجاجي عليهم، فهمتني؟ وبعث لي هدت فيها خاطر هي واقفه معي. هدت اني جارته يهدد فيا، قال لي مادام واقفه معاه اني مستعده كيما عملت في ذري. نعم في صغيراتك، فهمتني؟ اني خايفه على صغيراتي. وحتى كي جيت معاه نحب نوصل صوتي للاعلام، نحب نوصل صوتي للاذاعات. يا اذاعات تحسوا بيا، يا رانا ولاد تونس راهم هذوك صغيرات ما عندهم حتى ذنب، ما عندهم حتى دخل.
يصيبوا علينا البشر هذايا الوحش يتصرف بالطريقه هذيك راهو عيب ومش معقول. رانا اولاد تونس، رانا اولاد الدراب، ورانا اولاد بلادنا، ذي بلادنا مش بلاد الغير. كان فما مسؤول ينجم يعاونكم في الموضوع هذا ولا اي شخص يتفرج ينجم معناها يتفاعل مع الحاله نتاعكم، خليه رقم الهاتف. قداش رقم الهاتف؟ 25 بالست قويه 6 6 3 8 2 1 4. نعاودوه مدام، 25 638 214. شكرا، يلا مولدك.